هنثبت إن أكبر استثمار هو في العلم. لو قلنا العلم بيعمل إيه؟ بيعظم القيمة، وفي حاجات يعتقد ملهاش فايدة بيطلع لها فوائد، وفي أمور بتستجد محتاجها البشر في الصحة وفي العلاج وفي التغذية وما شابه. وهندي أمثلة، هنقول مثلا بكتيريا زي الغشيش الكولاي موجودة في قولون في الجهاز الهضمي كل البشر، وبأعداد ضخمة جدا، ده السنتيمتر المكعب ب 10 مليون بكتيرياية من الغشيشة كولاي. يعني العهد القريب كان يعني ايه فايدتها؟ لا، اكتشف بقى انها احسن كائن حي ممكن برمجته وتوجيهه عشان يصنع اللي انا عايزه. فبعد ما كان بيجي الانسولين من الحيوانات، لا، جبنا الجينات الخاصه بتخليق الانسولين ودخلناه بالهندسه الوراثيه في الغشيشة كولاي، واصبح معظم الانسولين اللي بيتوزع في العالم كله من الشيشة كلها. تخيل عشرات المليارات بل مئات المليارات من حاجة لا نعرفها انتفاضة. وبرضو الجينات المسؤولة عن تخليق الانترفيرون استخدم نفس البكتيريا الشيشة كلها في ذلك. فتخيل من حاجة نعاف منها وليست لها قيمة للكثيرين أو للعوام، النهاردة بيطلع منها مئات المليارات. في نبات مشهور أوي اسمه الوينكا أو الفينكا روزا، وده موجود في كل حتة في مصر، وبيطلع ظهور صليبية كده، الظهور دي موف أو أحمر أو أبيض لها وملهاش ريحة الحقيقة. هذا النبات سهل زراعته، بيتحمل الظروف القاسية يعني في العطش والحر وما شابه والتربة العادية وقلة التغذية. اتعمل تحليل المواد اللي بينتجها، لقينا 90 مادة قلوية. اتعمل تيست بقى على المواد دي، لغاية لما لقينا مادتين منهم يستطيعوا ان يشفوا سرطان الدم في الاطفال. بيطلعوا الماده الفعاله ملي جرام، يعني واحد على 1000 ملي جرام ماده فعاله معاها شويه مذيبات في انبول ب 10 جنيه استرليني. اذا الجرام اضرب في 1000، الجرام ب 10000. طب الكيلو الماده الفعاله بكام؟ 10 مليون جنيه استرليني من الماده الفعاله اللي بتطلع من هذا النبات. لو اتكلمنا عن الفراخ البيضاء، طبعا الفراخ معروف ان كان بتاخد عده شهور على ما تبقى قابله للاستهلاك والذبح، 5 6 شهور. النهارده الهبرد ده الابيض في شهر تستطيع انك انت ما تفرخه وتنذبح وتتاكل، او في شهر ونص لو سبتها تنمو اكتر. السلاله دي ما جاتش ارتباطا بالعلم والدراسه والهندسه الوراثيه والتهجين وامور عده مجهوله بالنسبه لنا، لان هو سر عالمي ثمنه مئات المليارات. ما فيش غير 4 محطات في امريكا واعتقد محطتين في اوروبا، دول بيطلعوا الجدود اللي منهم احنا بناخد البيض بتاع الامهات، بنستورد يا اما البيض اللي هنفقسه عشان يطلع ام، يا اما الام نفسها وهي كتكوت، وطبعا بنستوردها بمبالغ عاليه جدا وبالعمله الصعبه. نربيها عندنا لغايه لما تنتج بيض اسمه الجيل الاول او F1، هو ده اللي بتاخده المزارع عشان تربيه. طب هل ينفع ان انا اجيب ديك وفرخه من نفس السلاله اللي عندي دي واخليهم يتزاوج واطلع بيض يدي نفس معدل النمو؟ ابدا. تنعزل السمات الوراثيه والكيلو ياخد له شهرين ويحصل امراض عده. فهو سر مضطرين باستمرار كل الدول المستهلكه كل الدول العربيه اللي بتستهلك الفراخ البيضاء، وطبعا انتشرت انتشار رهيب، لابد تستورد كتكوت الامهات. فتخيل الربحيه قد ايه من انتاج مثل هذه السلاله. لو اتكلمنا عن سماد الفوسفات، سماد الفوسفات ده بتصدره مصر وبتصدره المغرب اكتر مننا، به نسبه من اليورانيوم الوقود النووي. يعني لو في تكنيك اعلى ممكن يعني استخلاص اليورانيوم منه، ده ذو قيمه عاليه جدا غير انك تبيع باسعار منخفضه. هنتكلم عن الجينوم، الجينوم اللي هو الخريطه بتاع الجينات بتاع البشر اللي اشترك في اعدادها عده دول وتكلفت 3 مليار دولار. هم كانوا يعتقدوا انك انت لما تشوف تسلسل الاربع قواعد اللي بيترصوا داخل النواه بتاع خلايا الانسان او الكروموزومز، قال لك بس كده هنصل لسر الحياه. طبعا معلومات ساذجه. ليه؟ هو فعلا رسموا خرائط، لكن لسه ده المشوار طويل والعلم لسه فيه مراحل سلالم عديده ما وصلوا لهاش. يعني الجين داخل الكروموزوم مفعوله بيتغير حسب مكان الكروموزوم.
يعني هل في نص النواة ولا ناحية الطرف، حاجة بيسموها بوزيشن افكت، وده بيوضح لو حصل قطع في الكروموزوم يحمل عدة جينات واتقلب بقى اليمين يمين، اليمين شمال والشمال يمين، مفعول الجينات برضه بيبدأ يتغير، في تفاعل وتناغم بين الجينات برضه يجب أن يدرس، في ميوتيشن أو طفرات بتحصل وتعيد ترتيب القواعد، بس أنا عايز تطلع صفة حميدة أو سيئة، في أمور عندها لسه العلم ما اكتشفها. ومع هذا المعلومات الأولية اللي وصل لها مشروع الجينوم، حد يتخيل إن كل دولار تم صرفه في هذا كسب كام حتى هذه اللحظة؟ 160 دولار، يعني 3 مليار دولار اضرب في 160 كسبوا قرابة النص تريليون دولار، لأن هم عملوا ذهنهم واستخدام العلم. شوف المدخلات قد إيه. لو اتكلمنا عن الرمل الأبيض، وده موجود بكثرة في مصر، الرمل الأبيض النقي ده أحسن ذرة ممكن تستثير الإلكترونات في المدار الخارجي بالطاقة الشمسية فتتحرك وتولد كهرباء. فإحنا بناخد، ناس كتيرة بتاخد الرمل الأبيض بتعمل منه مراية فاخرة. لا ده أنا شوية صغيرين دول اللي أنا هعمل منهم مراية سيد ب 10 دولار، لا ده أنا هعمل منهم صمامات كهرومغناطيسية تستخدم في الأجهزة الإلكترونية مختلفة، ثمنها مثلا 5000 دولار. فالعلم هو الذي يعظم القيمة، وأعلى استثمار في العالم كله في العلم. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.